لاعب نادي انبي القادم من فقوس، يعني لعيبه كتير جايين من الاقاليم في تشكيله هذا الفريق. ادي الكوره اتلعبت في الامام، ادم طلع الكوره بس قصيره شويه، رايح مع ياسين بن محمود لكن اتقطعت، ويقودها منتخب مصر ويلعب كوره في الامام نور اشرف، ترجع تاني هجمه مرتده لمنتخب تونس، وادي تليلي مهدي، تليلي مهدي لعبها جوه المنطقه وجوه الجول. ده كلام، هدف مبكر جدا 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 عن طريق انيس سعيدي. انيس سعيدي يتقدم لمنتخب تونس، فريق بيلعب كره سريعه، هدف مبكر جدا في الدقيقه الرابعه من اللقاء. انيس سعيدي في غفله من الدفاع، شفنا الكوره من المهدي الاول اهو، بصوا مهدي بقول لكم لعيب كويس، عملها باس قصير كده الى انيس سعيدي، انيس يحط وش رجله الشمال، يحطها وش رجله الداخلي كده، يحطها في البعيده على يسار حارس مرمى منتخب مصر عمر عبد العزيز، وتبقى هدف اول مبكر جدا. ويعني بصراحه عايز اقول لكم الموقف دلوقتي قبل هذا اللقاء، عندهم جناح مدافع ايمن هو قبيل كراي رقم 2، وجناح مدافع ايسر هو رقم 15 مهدي تليلي. لعبت الكوره جوه المنطقه جوه جول، جوه جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بلال عطيه يا ولد يا ولد يا ولد، بيجيب تاني اهدافه في هذه البطوله. مش الصبح احنا جاي لنا فرص، انما الكره العرضيه جميله، راحة حلوة قوي 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 لبلال عطية، حط رأسه فيها على يمين الحارس سليم بوعسكر ويسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 17. يا 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 في وقته الهدف، في وقته الهدف بلال عطية. بص الكرة ملعوبة عرضية، يا سلام بلال على طول حط بضربة رأس في المرمى، يا ولد يا ولد يا ولد، في الدقيقة 17 يتعادل منتخب مصر. ومرة تانية بقول لكم لا بديل عن المكسب، شوف الضربة الحرة المباشرة، أنيس سعيدي هو اللي هيسدد، أنيس وتسديد. معقولة الكلام ده؟ معقولة الكلام ده يا جماعة؟ لا 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 لا، بصراحة حاجة يعني. الهدف الثاني بتسديدة، مسجل الهدف أنيس السعيدي، أنيس سعيدي هدف ثاني، أنيس سعيدي في الدقيقة 20 من اللقاء، هدف يعني ساذج جدا جدا جدا. بصوا التسديدة منين، بصوا منين، ده مستوى ناشئين. بصوا الكرة راحة تخبط في العارضه في القايم وتخبط في ظهر الحارس عمر عبد العزيز وتخش المرمى اهي. كوره باينه ايه، بصوا انيس سعيدي شايط كوره قويه تخبط في القايم وترد في ظهر الحارس عمر عبد العزيز وتخش المرمى. نور اشرف، نور يلعبها في الامام اللي يطلعها على طول محمد امين بن علي جوه المنطقه تاني، بيشتت مهدي تليلي، وادي تسديده بالقدم اليسرى من حمزه عبد الكريم، ترجع لحمد، حمد يلا يا حمد العب عرضيه، لعبت مره تانية للخلف لادم، عدى ولعب العرضيه، حط بقى يا راجل جوه جول، جوه جول، هدف التعادل يا عبد العزيز، عبد العزيز الزغبي، يا ولد يا ولد يا ولد، عبد العزيز الزغبي اللي نزل بديل في الشوط الثاني بيسجل هدف التعادل في الدقيقه 81. يا 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 بقول لكم من اول ما نزل الزغبي لازم نكتر اللعب الكرات العرضيه جوه المنطقه، هو مهاجم عنده قوه جسمانيه، استلم وحط الكره من زمان، كان فين الكلام ده؟ احنا جات لنا خمس ست كور بنفس الطريقه ديت ولم ننجح في التسجيل، لكن عبد العزيز الزغبي حط الكره على شماله وتسدد على طول في الزاويه البعيده يسجل هدف التعادل. ياه يا 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 رجعنا لهدف التعادل. وادي واحده عرضيه حطها الزغبي، الزغبي قدامه يصلح مره تانية في نص الملعب الى عمر العدوي في اليمين، عرضيه جوه جول، جوه جول يا ولد، يا 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 يا
عبد العزيز الزغبي يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر. يا ولد يا ولد يا ولد، من اول ما نزل عبد العزيز الزغبي قلت لكم ان هو لاعب صندوق، لاعب لازم نلعب كرات عرضيه كتير. يتمكن عبد العزيز الزغبي من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب مصر. الكاس مش مصدق، الكاس مش مصدق. يا بص اهو، بص الكره ديت. يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد على العرضيه الحلوه من ادهم فريد والرأسيه الاروع. يجيب هدفين بعد ما نزل. يا 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 على الحلاوه والجمال. هو ده، هي دي الكوره، هي دي الكورة يا جماعة. يا ولد يا ولد يا ولد، بدأ البطولة أساسي لكن ما كانش موفق في مباراة المغرب اللي خسرناها 1-5. لكن الحقيقة النهاردة من أول ما نزل شاف الكابتن أحمد الكاس إن اللعب كله جوه الصندوق بكرات عرضية، قال أنزل لعيب مميز في الكرات اللي جوه الصندوق ديت.